العالية، خطرة لكولومبيا، خطرة لكولومبيا، يا سلام كولومبيا بأحلى بداية أمام نيجيريا. 3 دقائق فقط ويأتي توفيلو يسجل الهدف الأول، والفرحة الأولى التي تسعد جماهير كولومبيا من هنا بدأت، بالأولى بالثانية، نقلة بعيدة استلمها صح واعطى نظرة صح وفي المرمى صح. الجزاء لكولومبيا، كولومبيا، كولومبيا، ابن من أبناء كريستوفر كولومبوس يسجل هدف ثاني، وكولومبيا نحو الصدارة ونحو التقدم ونحو التأهل من خلال هذا الهدف. عد النجوم وش كثرها يا داني.